فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية. سبق حديث المؤلف رحمه الله عن النهي عن الصلاة في أرض العذاب مثل بابل والحجر، ثم قال رحمه الله: ويوافق ذلك قوله سبحانه عن مسجد الضرار: لا تقم فيه أبدا، فإنه كان من أمكنة العذاب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قصة مسجد الضرار أن جماعة من المنافقين بقيادة عامر الفاسق الذي اغتاظ من النبي صلى الله عليه وسلم وصار يعاديه ويسبه وذهب إلى الشام ليؤلب عليه، فإنه كتب لأصحابه المنافقين بالمدينة في أنهم يبنون بناء ومكانا للاجتماع فيه للتشاور والتخطيط ضد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ليجعلوه مركزا لهم ينطلقون منه ويخططون فيه مكرهم. هذه نيتهم، ولكنهم أظهروا خلاف هذا فسموه مسجدا، سموه مسجدا، وقالوا لأجل يصلي فيه الضعيف والعاجز وفي الليلة الشاتية والمطيرة. وهم قصدهم أمران: أولا أن يصرفوا الناس عن مسجد قباء، أن يصرفوا الناس عن مسجد قباء ويحولوهم إلى هذا المكان. الثاني أن يجعلوه مركزا للتخطيط الكافر والكيد للمسلمين. الله جل وعلا لا يخفى عليه شيء، فعلم مقاصدهم وكذب أقوالهم ونهى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يصلي فيه، لأنهم جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم طلبوا منه أن يصلي فيه لأجل أن يخدعوا الناس ويقولون النبي صلى فيه. هم ليسوا يقصدون محبة الرسول ولا محبة صلاته، وإنما يقصدون بهذا الخداع والمكر، وأن يروجوا على الناس من شأن هذا المبنى الخبيث. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، صلى الله عليه وسلم، وحملهم على ظاهرهم، لكنه كان على أهبة الخروج لغزوة تبوك، فوعدهم أنه حينما يرجع يصلي فيه. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى تبوك، وكان من أمرها ما كان، ثم رجع منصورا مؤيدا وسالما هو وأصحابه. فلما أقبلوا على المدينة نزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى: والذين اتخذوا، لأن السورة كلها في تعداد فرق المنافقين ومكايدهم، ثم ذكر منهم هؤلاء، فقال: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل، وهو عامر الفاسق الذي كان يحوك ضد المسلمين وذهب إلى الشام. فهم أعدوا هذا المبنى لأجل إذا جاء أن يكون منطلقا له ولمن معه الكيد للمسلمين، وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل، ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى. شوف الخداع، يعني يحلفون والعياذ بالله، إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. ثم قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: لا تقم فيه أبدا. لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا، رضي الله عنه، والله يحب المطهرين. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم. هذا ما نزل في شأن مسجد الضرار وفضح هؤلاء المنافقين. والشاهد من هذا أن الله نهى نبيه صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيه، فدل على أنه لا تجوز الصلاة في مواطن الكفر، وأن النيات أصحابها تؤثر فيها، النيات الخبيثة تؤثر حتى في المباني والبقاع. فنهى الله نبيه صلى الله عليه وسلم
أن يصلي فيه. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل من هدمه وأحرقه، أرسل من هدم هذا المسجد الضرار وأحرقه. هذه نتيجة الكذب والخداع والخيانة والنفاق والعياذ بالله.